طيب ننتقل من الساحة المحلية للساحة العالمية. أستاذ محمد، شفت إزاي مباراة المانشستر سيتي قدام لايبزيج بعد تعادل الفرقتين مع بعض بنتيجة إيجابية 1-1؟ يعني مباراة قوية جدا، شهدت بعض الأخطاء التحكيمية، حتى يعني جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتكلم بشكل كبير بعد المباراة عن الأخطاء التحكيمية وعلى الجون بتاع يعني لايبزيج هدف التعادل، وقالوا إنه يعني كان من يعني خطأ لمانشستر سيتي. ولكن مانشستر سيتي خلينا نقول انه السنه دي مش زي مانشستر سيتي بتاع السنه اللي فاتت، لا واضح انه في تراجع في النتائج بشكل كبير جدا. حتى في الدوري الانجليزي مانشستر سيتي يعني يتراجع في الدوري، ارسنال متصدر جدول الترتيب، فبالتالي انه مانشستر يعاني. شفنا بعض التعادلات او الخسائر لمانشستر سيتي ما كناش بنشوفها الموسم اللي فات. المانشستر سيتي عنده مشكله في دوري الابطال رغم ان هو الفريق الاقوى واليعني الاكثر يعني صرفا للملايين والاكثر للاعبين، ولكن عنده مشكله كبيره جدا في دوري الابطال. ما تعرفش هو بيحصل له حاله كده غريبه انه ما بيقدرش يوفق بين يعني الدوري الانجليزي ودوري الابطال، وشفنا حتى الريمونتادا اللي عملها ريال مدريد في النسخه اللي فاتت من دوري الابطال على مانشستر سيتي، فبالتالي انه مهمته صعبه. لايبزيج يعني الالماني فريق متمرس وفريق كبير جدا وبيعرف ازاي يلعب الماتشات، فبالتالي انه التعادل بتاع امبارح رغم انه كان في المانيا ولكن العوده تبقى في ملعب الاتحاد، ملعب مانشستر سيتي، ما اعتقدش انه الماتش هيبقى سهل على مانشستر سيتي في ماتش العوده 14 مارس القادم، واعتقد انه ممكن لايبزيج يعمل مفاجاه يعني. طيب واحنا لسه على الساحه العالميه، انتر ميلان الايطالي وبورتو البرتغالي، ايه قراءه حضرتك للمباراه؟ فوز صعب طبعا لانتر ميلان على ملعبه، هدف لوكاكو يعني في الامتار الاخيره من المباراه بعد طرد يعني احد لاعبي بورتو واستكمال المباراه ب 10 لاعبين، فبالتالي انه لا انا يعني نتيجه مش مرضيه بشكل كبير جدا، او ما تقدرش تحسمي زي مثلا ماتش ريال مدريد وليفربول خلاص الموضوع بشكل كبير جدا انه ريال يتاهل الى الدور القادم، لانه صعب انه ليفربول يكسب ثلاثيه، ولكن الماتشات اللي بتخلص 1-1 او 1-0 فبالتالي انه في ماتش العوده اعتقد انه الفريقين قريبين من بعض، بورتو على ملعبه صعب جدا، انتر ميلان عامل ماتشات كويسه جدا في الدوري الايطالي ماشي بشكل كويس، فبالتالي انه الماتش العوده في 14 مارس برضه هيبقى في بورتو، ما اعتقدش الدنيا هتبقى سهله على انتر ميلان، واعتقد ان بورتو هيبقى ليه رده فعل قويه في المباراه، فبالتالي انه مباراتين امبارح النتائج متعادله بين الفرقتين رغم حتى فوز الانتر على بورتو، ولكن انه بورتو لقى عنده فرصه في مباراه العوده، ايضا لايبزيج رغم انه تعادل على ارضه وسط جمهوره امبارح مع مانشستر سيتي ولكن عنده فرصه برضه في ملعب الاتحاد في 14 مارس انه يعدل النتيجه وانه يتاهل على حساب مانشستر سيتي، فاعتقد انه مباراه الامس يعني كانت الاربع فرق كانوا قريبين من بعض يعني ما نقدرش نقول انه فيهم حد يعني فارق بشكل كبير عن الثانيه. بنشكر الناقد الرياضي محمد مهدي، شكرا لحضرتك.